احسن رجاله. يا حسين تعبت ولا ايه؟ خليك زمان تقعد. وحوش يا فندم، ما نتعبش وهنفضل نتمرن لحد ما ناكل الارهابيين بسناننا. جدع حسين، بس بلاش كلمه ارهابيين بقى عشان ما بحبهاش. اسمهم تكفيريين. اوعى تنسى الكلمه دي يا رجاله، اسمهم تكفيريين. ليه بقى تكفيريين؟ عشان البهوات قالوا عليا وانت وابوك وامك واهلك وكل الناس اللي ما مشوش وراهم قالوا علينا كفار، يبقى اسمهم تكفيريين. يا حسين لا مؤاخذه يا فندم، بيقولوا عليهم في التلفزيون والجرايد انهم ارهابيين يا فندم. يا حسين سيبك من كلام التلفزيون، ما التلفزيون كمان طلع حرام. يا حسين احنا لازم نعلمهم مش هم اللي يعلمونا. كلمه ارهابي يعني بيخوف، وربنا سبحانه وتعالى قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. حد خايف؟ لا يا فندم. طبعا هما اللي لازم يخافوا، هما اللي لازم ما يناموش من كتر التفكير في اللي هنعمله فيهم، ولو ناموا هيصحوا على كوابيس واحنا بنعلمهم الادب وبنربيهم. مظبوط؟ مظبوط يا فندم. الناس دي اسمها تكفيريين، لا هما ارهابيين ولا مجاهدين. الناس دي كفرتنا واحنا ما كفرناش، حاربونا واحنا ما اعتديناش. الناس دي ما تعرفش حاجة عن دين ربنا، بس احنا ان شاء الله ربنا ينصرنا عليهم عشان ربنا عادل ومطلع وعارف نيتنا وعارف نيتهم. تمام يا رجالة؟ تمام يا فندم.